رمضان بريد الخير بين السماء والأرض، قرب ما بينا كتير علشان نكون مع بعض. رمضان بريد الخير بين السماء والأرض، قرب ما بينا كتير علشان نكون مع بعض. رمضان كريم عالدنيا والناس والشعوب، رمضان نسيم من الجنة بيطوف عالقلوب. ازيك يا عم الحاج؟ الله يكرمك. ازيك العام طيب؟ كل سنة وانت طيب. الله يخليك. رمضان كريم. تعيش كل سنة. الله يبارك فيك. يا رب. الله يبارك فيك. رمضان كريم علينا وعليك. حبي كل كريم يا رب. الله يكرمك. العام طيب. وانت طيب يا حبيبي. حاجة. كل سنة طيب. شكرا. رمضان بريد الخير بين السماء والأرض، قرب ما بينا كتير. السلام عليكم ورحمة الله. شيء جميل انك تعبر عن البهجة وتعبر عن الفرحة، ودي على فكرة حاجة يعني ما حد يقول لك البدع لا ليست بدع، واقول لك كمان علق زينة. انا بعلق زينة في البيت وبفرح الاولاد وبفرح بناتي علشان يعني هم حاجة زي كده تفرحهم وتسعدهم، ده ادخال سرور وده اسعاد وده حاجة بتفرح. ما نعملهاش دي. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدخل رمضان يقول أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، يعني بيعرف الصحابة وبيعرف الأمة أن شهر جه. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى الهلال كان يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير، ربي وربك الله. رمضان كريم علينا كلنا يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن وعلى كل عمل يرضيه، اللهم آمين. كل عام وأنتم بخير. عبروا عن فرحتكم واستقبال رمضان بالكيفية اللي أنتم تشوفوها، بشرط ألا يكون هناك بزخ أو إسراف. كل عام وأنتم بخير. رمضان بريد الخير بين السماء والأرض. التهنئة بقدوم رمضان حاجة جميلة، انك تحسس الناس ان رمضان داخل باب، واي حاجة تعبر عن الفرحة وتعبر عن البهجة كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنخش على عم احمد وهو بيكنس المسجد، ربنا يبارك فيه. قرب ما بينا كتير علشان نكون مع بعض. رمضان كريم عالدنيا والناس والشعوب، رمضان نسيم من الجنة بيطوف عالقلوب. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. هزه كده، ده اخبطه كده. الله 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 على نور الله. كل عام وانت طيب. نازل رمضان. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. اللهم صل على محمد. رمضان بريد الخير بين السماء. كل عام وانتم بخير، ورب رمضان يبقى كله جميل علينا ان شاء الله باذن الله. بين السماء والارض، قرب ما بينا كتير. ماشي يا عم سيد. كل عام وانتم طيب. رمضان كريم. رمضان كريم عالدنيا والناس والشعوب. فالتهنئة وإدخال السرور هي من العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة. ولما النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد وغيره قال قد أظلكم شهر مبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. الإمام ابن رجب في لطائف المعارف يعلق على هذا الحديث ويقول هذا الحديث أصل في التهنئة بقدوم شهر رمضان، كيف لا يهنئ بعضنا بعضا بقدوم رمضان، وكيف لا يهنئ بعضنا بعضا بأن أبواب الجنة قد فتحت. فالزينة وإدخال السرور، نكد الدفع
الفانوس وانك تعلق الفوانيس، هذا من باب ادخال السرور ومن باب اظهار شعيرك شعيرة رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في رمضان وان يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن وعلى كل ما يرضيه. اللهم امين. رمضان كريم عليكم وعلينا جميعا وعلى كل المسلمين. اللهم امين يا رب. احلى رمضان في حياتنا، كل عام انتم بخير.